يعكس الاستمرار في تنفيذ قانون العقوبات البديله قيمه هذا القانون على الصعيد الاسري والاجتماعي ودوره المتميز في تحقيق العداله وفق منهج حضاري ومجتمعي متميز يعتبر الاستمرار في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة إنجازاً في حد ذاته، يجسده الأعداد الإضافية التي يتم تطبيق القانون عليها تنفيذاً للتوجيهات الملكية بالتوسع في تطبيق القانون، وفي هذا الإطار دلت أحدث الإحصائيات على أن القانون قد استفاد منه 2699 محكوماً منذ البدء بتنفيذه في مايو 2018. القانون يؤكد توجيهات جلالة الملك ويعكس حرص جلالته المتواصل لتعزيز مكانه الانسان واحترامه كما ان القانون هو داعم للاسره ليلم شملها ويهدف لاعاده اصلاح المحكومين وادماجهم ايضا في المجتمع كما يرسخ روح التسامح والمحبه والمسؤوليه اتجاه الاسره وايضا يكرس السياسه الاصلاحيه الحديثه لحفظ الامن المجتمعي لابد ان نعي بان الاداره الملكيه المستمره في مراعاه حقوق الاسره وضعت هذه التدابير لترابط الاسر داخل البحرين. هو اسهم بشكل كبير يعني في 2019 معدل الجرائم في البحرين انخفض بنسبه 7.5%. اذا نتكلم على 2700 يعني مواطن او مقيم استفادوا من هذه العقوبات فنحن نتحدث عن 2700 اسره تم اعاده يعني الحياه الايجابيه لهم. 2700 مواطن وعيد تفعيله في الوطن بشكل كبير ما ما يثلج صدورنا هنا كحقوقيين الى ان نسبه من اعيد تنفيذ العقوبه عليهم يعني تبلغ تقريبا 3% اكثر من 97% ممن استفادوا من هذا النظام هم يعني استفادوا منه بشكل كبير وتفاعلوا مع هذا النظام بشكل ايجابي. نحن في مجال حقوق الانسان حريصين جدا على ان الكل ينعم بحريته وان يعني تتحقق العداله. وضمن آليات التوسع في تطبيق القانون، يتم العمل على عدد من البرامج التأهيلية التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين ليعودوا أعضاء صالحين عبر بوابة خدمة المجتمع وتوفير عدد من المجالات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يحقق العدالة الجنائية من جهة، وخدمة المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من جهة أخرى.